مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير صينية البطاطا باللحم المفرومة. عنا 3 حبات بطاطا كبار سلقتهم ونعمتهم بهيدا الشكل، زيت زيتون، نص كيلو لحمة مفرومة، جبنة مازوريلا، بصلة وسط قطعتها بهيدا الشكل، فليفلة حلوة مشكلة، بيضتين، نص ملعقة صغيرة حر ناعم، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، مكعب ماجي، مكعب الماجي اختياري، على حم اكيد مكعب الماجي، ملح، حبتين ثوم نعمتهم بهيدا الشكل، ورشه بقدونس. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. بحط البيض فوق البطاطا، كمان البهارات، وبحط ملح، بخلطهم مع بعض. بعد ما خلطناهم هلأ منحطهم على جنب. هلأ بحط زيت زيتون، كمان بحط البصلة، بقلي البصلة على الغاز لتاخد لون أصفر خفيف. بس أخدت البصلة هذا اللون الأصفر الخفيف، هلأ بحط فوقهم الثوم، كمان بحرك، كمان بحرك شي خفيف. وهلأ بحط اللحمة المفرومة. بس استوت اللحمة هلأ بحط الفلايفلة. بسم الله. كمان بحط رشة ملح صغيرة، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات. بحط البقدونس، حرك، كمان بحط الماجي، بغطيهم وبتركهم يغلوا مع بعض حوالي 5 دقايق. هلا بالوقت اللي حطها فيه اللحمة على الغاز بدنا نعمل البطاطا مع بعض. بحط زيت زيتون، بقسم البطاطا تقريبا قسمين، بمد البطاطا اكيد بالصينية، بعد ما مدينا البطاطا بهيدا الشكل بالصينية هلا اللحمة صارت جاهزة، بحطها على وجه البطاطا. وجبة جدا سهلة وسريعة وكتير طيبة. هلا عنا ورقة زبدة، بدي اعمل طريقة سهلة لمد البطاطا على الوجه انا وياكم. بحط البطاطا على ورق الزبدة. بسم الله. بحط ورقة زبدة تانية بهيدا الشكل. بعد ما عملت البطاطا بهيدا الشكل هلا بنمدها على الصينية. بسم الله. بقلبها بهيدي الطريقة. شيل ورق الزبدة على رواق. هلا بظبطها شوي. هلا برش على الوجه جبنة مازوريلا، بحطها بالفرن. واكيد عم حمل الفرن. هيدي صينية البطاطا بعد ما طلعت من الفرن، لنشوف كيف طلعت. بسم الله.
هيدا الشكل النهائي. هيدي صينية البطاطا بالفرن اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.